مساء الخير، شكرا على هذا التقديم الوافي، وشكرا للحضور، وشكرا على وقتكم. النص الشعري الأول: لا زهور على عتبة بيتي، يقع بيتي على ركن تقاطع طرق، مثل الركن الأخير لعمري، صغير ومتشعب. أترك الباب مفتوحا غالبا، فلا جواهر أخاف عليها. على العتبة لا أضع القصص، فالزهور ليست لي. أقول للسلم الخشبي: الزهور للنساء المهندسات، لطول وعرض علاقاتهن السرية. الزهور قلق هادئ يتعلق بتفكير دقيق حول الماء، وأنا محيطات لفوضى دمع في كل الاتجاهات. زهور العتبات أنيقات مغنجات، وأنا غابة من تحديق حاد، أتعشى بشهاب من أرواح أصدقائي الموتى. الزهور ليست لي، لقد ثكلت مرات وهم يقطفونها مني، مرة لجنود يغادرون، وأخرى لجنود عائدون في كفن. في الركن المقابل لبيتي جارتي على بابها سلال الزهور، هي لا تعرف الحرب، تعرف الحياة كخط مستقيم، بينما أعرف الحرب كثيمة لنجاة ما.